أمانة. السلام الله عليكم، تحية طيبة منا لكم خاوتنا الفلاحين في هذا العدد الجديد من النشرة الفلاحية. نقول لكم خاوتنا الفلاحين فيما يخص أحوال الطقس الأيام القليلة القادمة، راح يكون الأجواء بحول الله مشمسة إلى غائمة جزئيا في معظم مناطق الوطن، مع احتمال تساقط بعض الأمطار في الغرب الجزائري. أيضا هنالك احتمالية لتشكل بعض الخلايا الرعدية في الهضاب العليا والأوراس. أما في جنوبنا الكبير خاوتنا الفلاحين، أيضا الأجواء راح تكون مشمسة في معظم مناطق الصحراء، فقط في الهجار شرق الصحراء وأيضا تندوف وبشار، وين راح تكون هنالك أجواء غائمة مع احتمالية لتشكل بعض الخلايا الرعدية وتساقط بعض الأمطار. عن درجة الحرارة خاوتنا الفلاحين راح تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية في المناطق الساحلية، المناطق الداخلية وحتى الهضاب العليا، تصل في بعض الأحيان حتى 34 درجة مئوية في المناطق الداخلية الغربية. أما في جنوبنا الكبير أيضا درجة الحرارة خاوتنا الفلاحين راح تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية في الجنوب الغربي، كذلك شرق وشمال الصحراء وحتى الواحات. أما في باقي مناطق الصحراء درجة الحرارة راح تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، تصل في بعض الأحيان حتى 40 درجة مئوية. عن سرعة الرياح راح تكون معتدلة في معظم مناطق الوطن، وراح تكون قوية في بعض الأحيان في الهضاب العليا أو غرب الهضاب العليا وكذلك وسط الصحراء. خوتنا الفلاحين، بما أن في بداية موسم جني ثمار أشجار الزيتون، بعض التفاصيل نطرق لها مع زميلتي ممثلة المعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم إيطافي. جني الزيتون يكون عندما يكون 50% تغير في اللون، يعني لا فيغيزون، وطرق الجني تختلف حسب حجم الشجرة وفرة اليد العاملة وغاية من الجني إذا كان جني زيت الزيتون أو زيتون المائدة. وإليك بعض النصائح أخي الفلاح باش تتفادى الأخطاء، من بينها أولا تجهيز معدات الجني، عندنا الفيلي، عندنا الكاس يعني الصناديق، وعندنا البان إلكتريك ولا مانويل يعني المشط الكهربائي أو اليدوي، وأخيرا كاين هناك آلات هزازة نستعملوها فقط في المساحات الكبرى. رد بالك أخي الفلاح تستعمل العصي لأنها راح تقصر لك الفتوات الجديدة، يعني لنوفيل بوس اللي راح تجيب الغلة العام الجاي المقبل. وأخيرا ترقية الثمار ووضعها داخل الصناديق. إخواني فلاحين، ولحماية استثماراتكم يضع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تحت تصرفكم العقد التأميني متعدد الأخطار لأشجار الزيتون، والذي يضمن الخسائر المباشرة لأشجاركم، أشجار الزيتون الحديثة أو التي هي في طور الإنتاج والناتجة عن أحد الأخطار المناخية التالية: الجليد، البرد، الثلج، الفيضانات والعواصف وحتى الرياح الساخنة أو السيروكو. كما يضمن لكم أيضا تغطية تأمينية ضد خطر الحريق وكذلك طعون الجيران. كما يضمن أيضا هذا العقد التأميني حماية أشجاركم التي هي موجهة للاستهلاك المباشر أو الموجهة نحو التحويل، أي صناعة زيت الزيتون. ويبقى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي دائما بالقرب منكم، وفيا لمبدئه كونه مؤمن استشاري جواري، ويضع تحت تصرفكم خبرائه وإطاراته الجد مؤهلين، وهذا عبر شبكته التجارية المتواجدة في كامل ربوع الوطن. خوتنا الفلاحين، آخر هذا العدد نشكركم على طيب القادم بحول الله، دائما ملتزمون بمبدأنا حقكم أمانة. النشرة الفلاحية برعاية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حقكم أمانة.